سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 57 حاله قائمه جديده منها 13 حاله لعماله وافده و26 حاله لمخالطين لحالات قائمه اضافه الى 18 حاله قادمه من الخارج في حين لم تسجل اي حاله حاله وفيات خلال اليوم فيما اعلنت الوزاره تعافي 78 حاله اضافيه ليبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمه 592 حاله